بالنسبة للتمارين، صف السادس تمارين المثنى. التمرين الأول، عين المثنى في الجمل التالية واعربه، ثم اذكر مفرده. نسوي جدول من 3 حقول، الحقل الأول المثنى، الحقل الثاني إعرابه، الحقل الثالث مفرده. نجي إلى النقطة الأولى، الصديقان مخلصان. كلمة الصديقان مثنى، إعرابها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. مفرد كلمة الصديقان صديق، مخلصان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومفرد الكلمة مخلص. نقطة ثانية، إن الجنديين شجاعان. كلمة الجنديين مثنى، إعرابها اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. مفرد الكلمة جندي، الجندي. شجاعان مثنى أيضا، إعرابها خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومفرد الكلمة شجاع. النقطة اللي بعدها، ظل الطالبان محافظين على هدوئهما. الطالبان هم المثنى، هما المثنى. الطالبان اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، ومفرد الكلمة طالب. محافظين هي خبر ظل منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، ومفرد الكلمة محافظ. 4، حقق لاعبون هدفين. هدفين هو المثنى، إعرابها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. مفرد هذه الكلمة هدف، هدف واحد، هدف. التمرين الثاني، اختر كلمة من السطر الأول لتكون كلمة من السطر الثاني جملة مفيدة. هسه هبطت، اختار من وياها من ذن الكلمات؟ الطيارتان، هبطت الطيارتان. العاملتان، شبيهم العاملتان، شنو المناسب منه؟ نشيطتان. أمطرت، من اللي أمطرت؟ السحابتان. الشجرتان، شبيهم الشجرتان؟ مثمرتان. وأخيرا فاز اللاعبان. تمرين اللي بعده، أكمل الجمل التالية باسم مثنى مناسب. هنا عندي كلمة الطالب، من راح أخليها هنا أسويها مثنى، لازم تكون مرفوعة، الطالبتان. نقطة ثانية، أكل الطفل تفاحة، أكل الطفلان تفاحتين. النقطة اللي بعدها، أثنى المدير على الفائزين، على الفائزين. التمرين اللي بعدها، عندي كلمات مطلوب من عندي أسويها مثنى بثلاث حالات، حالة رفع، نصب، جر. أيضا أسوي جدول، حالة الرفع، حالة النصب، حالة الجر. المدرسة، المدرستان، المدرستين، المدرستين. المجتهدة، المجتهدتان، المجتهدتين، المجتهدتين. الكراسة، الكراستان، الكراستين، الكراستين. المهندس، المهندسان، المهندسين، المهندسين. القلم، القلمان، القلمين، القلمين. تمرين اللي بعده، صغ جملا فعلية من المعاني التالية. بما انه يريد مني جملة فعلية، طبعا استخرج المثنى وبين علامة اعرابه. بما انه يريد جملة فعلية، معناها انه لازم تبدأ الجملة بفعل. نجاح المجتهدين، حالها شنو يكون؟ نجح المجتهدان، نجح
المجتهدان. وين المثنى؟ المجتهدان هي المثنى، علامته هي الألف. إكرام المدير للفائزين في السباق، أكرم المدير الفائزين في السباق. كلمة الفائزين هي المثنى، علامتها الياء. رسم أحمد منظرين جميلين، نقول رسم أحمد منظرين جميلين. منظرين هي المثنى، علامة إعرابها الياء. جميلين أيضا مثنى، علامة إعرابها الياء. تمرين اللي بعده، صغ جملا مفيدة من المعاني. كتابان جديدان، أكد الجملة بإن. إن الكتابين جديدان. ثانيا، الوردتان متفتحتان، ادخل على الجملة فعلا يفيد التوقيت في الصباح. أصبحت الوردة الوردتان متفتحتين. شبه بكأن، كأن الجنديين أسدان. أما التمرين الأخير الإعراب، مطلوب مني إعراب الجمل. اعرف ما يأتي. استمع فعل ماض مبني على الفتح، الزائرين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، إلى حرف جر، قصيدتين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، من حرف جر، الشعري اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. كانت، كان فعل ماضي ناقص، يدخل على المبتدأ والخبر، يرفع الأول اسما له وينصب الثاني خبرا له. الطائرتان اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، مسرعتين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ثالثا، خطط فعل ماض مبني على الفتح، المهندسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، مشروعين هو المفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، مفيدين كلمة مفيدين هي صفة للمشروعين، مفيدين هي صفة ومنصوب وعلامة نصبها الياء لأنه مثنى، للبلاد، اللام حرف جر، البلاد اسم مجرور وعلامة جره الكسر.